بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سلام مشاهدين، سلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ اتمنى هذا الفيديو يتلقاكم بصحة جيدة. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الطاجين ديال الفولات. انا هنا عندي الفولات، غسلتهم وحيدت لهم هذيك الجلدة ديالهم ودرت لهم الحامض بلا ما نحتاجوش نسلقوهم. كاين اللي كيسلقوهم على قبل، هذيك الريحه اللي كتكون فيهم. انا درت لهم هنا الحامض، راه ما كتبقاش نهائيا. المكونات اللي غادي نحتاجو في هذا الطاجين هما: عندنا هنا شويه ديال القزبر، هنا عندنا شويه ديال الكمون، هنا عندنا شويه ديال البابريكا، والفلفله حاره اختياريه، ماشي ضروريه الفلفله حاره. هنا عندنا شويه ديال الكركم، هنا عندنا حامضه مسيره، هنا عندنا الزيتون، هنا عندنا لبز الفلفل الاسود ابزار، هنا عندنا الملح، جوج حبات تاع البصل. انا عندي صغار، نتوما تقدروا ديروا غير حبه واحده كبيره. انا عندي طماطم صغيره جوج حبات صغار. هنا عندي المعدنوس، ثلاثه الحبات ديال الثوم، عندي الطماطم المصبره. هادو هما المكونات تاعي. بقاو معايا نوجد هاد البصل والطماطم والمعدنوس ونرجع معكم. هنا الطماطم قطعتها بهذا الشكل، معدنوس كذلك، البصل مع الثوم. طبعا هنا غادي نجو لواحد الطاجين اللي غادي نديرو على نار مهيله. انا درت فيه شويه تاع زيت المائده، غادي نجد لي واحد النقطه ديال زيت الزيتون. هاد الطاجين راه كيتواجد دقائق بسيط، يعني ما كياخدش الوقت. هنا غادي ندير البصل مع الثوم، غادي نخلو هاد الطاجين يتقلى شويه. غنخلو هاد البصل، عفوا، نخلو هاد المكونات تتقلى. هنا غادي نرجعو للطاجين ديالنا. هنا البصل راهو تقلى لينا مع هذيك الثوم. دابا غادي نضيفو التوابل، غادي نديرو شويه ديال الفلفل الاسود، هنا غادي نضيفو الملح حسب الذوق تاع كل واحد. هنا غادي نضيفو البابريكا مع الفلفل الحار، اختياري الفلفل الحار. نضيفو القزبر يابس، هنا نضيفو الكمون، هنا غادي نضيفو الكركم، غادي نضيف الطماطم اللي قطعناها قطع صغيرة، غادي نضيف واحد الملعقة ديال الطماطم مصبرة، غادي نضيف شوية تاع المعدنوس، كلشي على نار مهيله، ما نحتاجوش نضيفو الماء. نخليو هاد المكونات تقلى لينا مزيان. هنا كنرجعو للطاجين،
انا كان الطاجين تاعنا راه تقلى مزيان. ما كيحتاجش الماء بدون ما لاصوص تاعنا راه معلكه. دابا غادي نديرو غادي نضيفو هاد الفولات تاع الخروف. كما قلت لكم راني غسلتهم مزيان ونقعتهم في الحامض باش ما يعطوناش ديك الرائحه اللي كتخلي اغلبيه الناس كتهرب منهم. الحامض راه نهائيا ما كتبقاش ديك الرائحه. هاد الفولات راه كيطيبو بدقائق يعني ما كيشدوش الوقت. انا كنضيفو شويه تاع الزيتون كنديرو هاد الحامض اللي قطعت معاكم حامض مسيق قطعتو بهذا الشكل هذا. انا كنغلقو على الطاجين تاعنا على نار مهيله. تقدروا تستغنوا على هذا الحامض المسير، غير انا كيعجبني كيعطي واحد النكهه رائعه. هنا رجع معكم الطاجين. هنا الطاجين تاعنا خواتي هو جاهز. بعد نضيف ليه شويه تاع معدنوس من الفوق. راه ما درت ليه لا ما لا والو. هاد الفولات كيطلقوا الماء تاعهم. وهنا بالصحه والراحه. هنا هذا هو الشكل الاخير ديال الطاجين. هنا رافقت معاه واحد السلطه ديال الخيار ديال الخيار والطماطم والبصل والخس والفرماج والزيتون. اتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والى فيديو اخر. ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج والضغط على الجرس فضلا وليس امرا. الى اللقاء.